التي كانت يعني تحت بالتحركات واللي أخبر عنها الزميل محمد فرحات، يعني كان غير متوقع ما حدث اليوم، ولنعرف أكثر تفاصيل عن ما حدث ونشوف أكثر موقف نواب التغيير اللي دعوا بالأمس إلى هذه الوقفة بجانبنا النائبة فولا يعقوبيا. يعني شفنا اليوم المشهدية اللي كانت من المتوقع أنه تكون مشهدية مسالمة، مشهدية أخرى جامعة، نعم، شفنا اليوم مشهد آخر. هل فعلا أنتم طردتوا من تحت؟ شو اللي صار ومين هو المسؤول؟ خليني أقول لك، أنت عم تقولي غير متوقع. نحن من امبارح عشية عم نحذر وعم نقول أنه ما في شك أنه السلطة رح تزرع بعض أزرعة مثل العادة. هن على كل حال معترفين أنه كل ما يكون في مظاهرة في مندسين لألون، معروف انتماءاتهم السياسية لهؤلاء. نحن دعينا بناء على طلب صحيح العسكر المتقاعد، بس نحن فترة صرنا عم ندعي إلى تحركات بالشارع. طلبنا امبارح من الجميع أنه ينسقوا وينزلوا بتحرك واحد، حتى العسكر المتقاعد هيدا اللي بده إياه. فاللي فهمته أنه كان في ناس بس شغلتهم يسألوا البعض اللي تحت، أنت عسكري أو مش عسكري، وإذا مش عسكري بدك تفل. هيدي غير مسبوقة، هيدا استهداف مباشر لأي نزول إلى الشارع، وهيدا استهداف لـ 17 تشرين، لأنه اليوم في هلا عند السلطة من أن تتجدد ويتجدد هذا المشهد اللي شافوه بـ 17 تشرين وقت اللبنانيين نزلوا كلهم، يعني كلهم يقولوا لهم كلكم يعني كلكم ما بدنا ياكل. فاللي صار اليوم لا، نحن متوقعينه، لأنه في خوف من تجدد زخم الشارع، وهيدا الهلع الكبير عندهم. فاللي بدي أقوله للناس اللي عم تحضر هلا، ضروري النزلة للشارع، لأن ما في أي طريقة تانية للوصول لأي مطلب إصلاحي. لو بدهم يغيروا ولا لو بدهم يعملوا أداء مختلف كان حلا، يعني نشوف أداء مختلف. فهن مستمرين بسياسة التسويف والكلام والشعارات، ويعملوا حالهم عم يشتغلوا ويعملوا اجتماعات ويعملوا لجان، وبعد ولا محل شفنا أي إنجاز للناس، ما شفنا أي تقدم بالموضوع الإصلاحي. لوين رايحين؟ تركين الدولار يفلت 200,000 300,000 من دون سقف، تركين كل المرتكبين بيفلتوا على ذوقهم كمان، ما حدا بيقول لهم وينكم، ما في عداله، ما في مثل ما شايفه، بلد رايح الى التحلل وممنوع الناس تنزل الى الشارع. فبدي اقول لا، واصف الحركة اللي صار من 2011 بالشارع، مش هن اللي بيقولوا له أنت مش مطرحك هون. نجاة عون اللي عاملة هيدي التضحية الكبيرة واللي قاعدة بالمجلس كرمال شو؟ كرمال الناس. اللي صار معنا هو، أول شيء بدي أقول لك، أنا قعدت فترة طويلة بين المتظاهرين اللي قسم منه نزل، لأنه كمان نحن دعيناه، يعني بالساحة كان في وجود متنوع، كانوا رائعين وأكثر من رائعين، وفي تصوير كان يعني كل الوقت. بيجي شخص واحد اللي هو جنرال متقاعد له صفة سياسية معينة، يعني يا ريت نزل وترك حزبه بالبيت ومعه كم شخص وتصرفوا اللي تصرف. يعني صراحة أنا حتى ما بعرف شو اسمه ولا بعرفه. اللي صار هو أنه أنا كنت أصلا نازلة على المجلس لا تطلع نجاة، قال لي هون الساحة للعسكر، قلت له لا مش صحيح، الساحة لكل الناس وكل الناس لازم تنزل. في حدا بتتخيلي نازل لقضية ما بينزل شخص معه من أجل قضيته من أجل حقه بيقول له لا ما بدي؟ طب هيدا شو بيكون غير مندس؟ حدا بيشتغل ضد أهدافه، ضد في شيء مش طبيعي. بس كمان منعرف كتير منيح انه ايه، ما في شك هنالك البعض هو من الحرس القديم، مع انه في منهم كمان رائعين وبجننوا ومنعرفهم، في من كل شيء، في من كل شيء بالساحة. بس في اشخاص منعرفهم حتى يعني بعد كم يوم من 17 تشرين، ما هيدي كانت معروفة. كل مرة كنت انزل انا على الطريق بعرف انه بعد 10 دقايق ربع ساعة، اول شيء ما كنا نقول اني نازلة، بعرف انه بيحضروا لك السلطة ناس، لأنه ما لازم يكون هنالك أي من عناصر القوة مع الناس بالشارع. ناس لحالهم بيلاقوا طريقة كمان يخلفوهم ويكملوا. فبدي أقوله الناس لازم تبقى واعية أنه سياسة السلطة فرق تسد. ممنوع أصحاب الحقوق يتجمعوا مع بعض، ممنوع. بكل مفصل بفوتوا بيناتهم إسفين، بدقوا إسفين بيناتهم وبينبسطوا، بحطوا الناس بوش بعض وبيقعدوا بيتفرجوا عليهم. فما لح يرهبونا وما لح يخوفونا، وشو ما عملوا مكشوفين ومعروفين. أصلا اللي كانوا على الأرض كانوا عم بيقولوا نحن هون ما بيمثلونا. بس بدي أقولك ليه، يعني حتى أنا كنت عم بطلب من كل شخص عم يجرب، عم بقول لهم انسحبوا اوعى المشكل، المشكل بضرب القضية،
شو القضية؟ نزول الناس إلى الشارع والمطالبة بحقها. فهن ليه بيفتعلوا مشكل؟ فالناس بطل تنزل تتقول لا ما فينا ننزل على الشارع، تقولوا لا الشارع منه الجواب. طيب شو هو الجواب؟ إذا انتخابات النتيجة طلعت مثل ما شفنا، رجعوا كلهم يعني كلهم تغيير أقل من 10%، شو الحل؟ لا الحل هو الشارع، الحل هو عصيان مدني، الحل هو بهيدي العناوين. وإذا السلطة عتلاني هم يتحركوا ويعملوا شيء غير انه نشوفوا كيف بدهم يضربوا كل عناصر القوة لدى الناس اللي وصلوهم للحديد وللأرض. يعني التنين حنشوف يمكن يرجعوا يرجع في نزلة على الأرض، ويعني معقول يرجع يصير في إذا رجعتوا نزلتوا، وكمان كانوا العسكر المتقاعدين لازم يكون في تصادم، رح يكون في تحركات مستمرة، والتصادم لازم يكون مع هذه السلطة. إنها تقدر تحول التصادم إلى الناس ما بين بعضهم، هيدا شيء كتير كتير خطر. وليش نحن بننسحب دغري؟ لأنه منعرف أنه أبشع مشهد وأكثر شيء بضر بالبدنة نعمله هو لما الناس تختلف مع بعض بالشارع وتطلع هيدي الصورة لبرا. يعني ففي استمرار بالتصعيد. بعد العيد رايحين من تقلين كمان إلى شيء آخر مختلف كليا. هلأ في شهر مبارك، شهر رمضان، في صوم كمان، في عيد الفصح. فإيه من بعد هذه هالاستحقاقين رح يكون في شيء مختلف جدا بالشارع. شكرا نائب بولا يعقوبيان. وايضا بدي شيء لانه